الإيرانية لإسرائيل هي عبارة عن مسرحية. اسمع مني زي ما بقول لك. لا يا عم شو اللي تقول لي؟ إيران تقاتل إسرائيل بناء على مبدأ عقائدي من أجل تحرير فلسطين وتدعم كل الفصائل التي تقاتل الاحتلال، فكيف مسرحية؟ طبعا بمجرد ما حصلت الضربة الإيرانية باتجاه الاحتلال أصبح لدينا روايتين متناقضتين. العامل المشترك ما بين الروايتين أنه كلاهما مبني على موقف مسبق. أنصار إيران والمحور بدهم يثبتوا أنه هاي الضربات جزء من عملية إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني والفصائل المسلحة ضد الاحتلال، وأنصار الرواية المضادة بدهم يثبتوا أنه هناك مسرحية بين الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكان من أجل تقسيم وتفتيت الوطن العربي. طب أي رواية اللي صح؟ وهل بالضرورة أنه لازم تكون رواية من الاثنين هي اللي صحيحة؟ قررت في هذا الفيديو، معلش تتحملوني شوي، اني ارجع في التاريخ لورا شوي لشيء له علاقة بتاريخ العلاقات الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، وتحديدا من العام 1979 اللي حدث فيها حدث هام، نجاح الثورة الخمينية أو ما يعرف بالثورة الإسلامية في طهران. أتى الخميني من باريس، بمجرد وصوله الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. يا عم طول بالك، وهد فيش إمكانية، احرق للسفارة الأمريكية، سكر للسفارة الإسرائيلية، وقد أتى المارد الذي يريد إنهاء الاحتلال وإنهاء إسرائيل. بعد بعام واحد عام 1980 بتصير الحرب العراقية الإيرانية. طبعا بعد وفي خضم هذه الحرب بتكشف فضيحة من أهم الفضائح اللي حصلت في السياسة الأمريكية، صفقة إيران جيت. هاي الصفقة بيتضح من خلالها أن هناك تمويل وتسليح أمريكي وإمداد بالسلاح للجيش الإيراني بوساطة إسرائيلية. وين يا خميني الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ بنشوف أمريكا بتسلحنا في مواجهة العراقيين. هاي القصة الأولى. بتمر الأيام، بيخرج وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بيكشف على أنه ضرب المفاعل النووي العراقي تم بالتنسيق ما بين الإيرانيين والأمريكان والإسرائيليين. بتروح لقصة ثالثة إلها علاقة بأنه فعليا عندما رفض مجلس الأمن قرار اجتياح وغزو العراق، شو اللي صار؟ بحثت أمريكا عن مشروعية من أجل هذا الغزو، واستخدمت في اجتماع في بريطانيا الفصائل المعارضة لصدام حسين بالدرجة الأولى اللي كان ولائها المطلق لإيران. يعني هاي في ثلاث قصص بتوحي بتعامل وتعاون إيراني إسرائيلي أمريكي. هذا بيثبت يعني أمجد أنه مسرحية؟ نو. هذا بيثبت ببساطة أنه العلاقات اللي بتبنيها إيران بسواء إلها علاقة بتحالفاتها أو بعدائها مبنية على مصالحها. الأمر لا يرتبط بجانب عقائدي، لا يرتبط بجانب متعلق بتحرير فلسطين، بمعنى أنه ما اشترطت تتحاور أو تتعاون مع الإسرائيليين بناء على تحرير عسقلان وصفد أو الرملة. لا، هي ارتأت بناء على مصلحتها، بناء على شيء منفعي أنه ممكن تتعاون مع الإسرائيليين. بس هل هذا بيعني أنه مسرحية؟ كمان لا. طب وين العداء ما بين إسرائيل وما بين الإيرانيين وشو أسبابه؟ طبعا بعد ما تم إنهاء حالة العراق، القوة النووية الناشئة حسب ما كان يذاع في حينه أصبحت القوة الأخرى المتواجدة التي تنازع إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط هي الجمهورية الإيرانية. ومن هنا بدأت عملية النزاع ما بين الإيرانيين وما بين الإسرائيليين. الآن كل حد من الطرفين بلش يبحث عن نقاط القوة وأوراق القوة، وبلشت حالة الاصطفافات. بالطبع إسرائيل هي مصطفة مع المحور الغربي ومع الأمريكان، واصطفت إيران بطبيعة الحال مع السوفييت والروس فيما بعد والصينيين. وبلش كل طرف من الأطراف يبحث عن ورقة رابحة يتم توظيفها في هذا الصراع. متى بدأت علاقة إيران بالفصائل المسلحة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في الأماكن الأخرى الموجودة هناك؟ تحديدا من بدايات التسعينات بعد مؤتمر مدريد. بعد مؤتمر مدريد شكلت إيران ما يسمى بمؤتمر دعم فلسطين، وبلشت بدعم الميليشيات المسلحة سواء في فلسطين أو في لبنان، وكان البذرة الأساسية من أجل بلورة هذا الحلف، بمعنى أنه تعاون إيران مع
الفصائل المسلحة ارتبط بشكل وثيق بالصراع المبني على المصلحة ما بينها وما بين الإسرائيليين. نيجي للحدث اللي بصير الآن اللي مرتبط في الأحداث الأخيرة من 7 أكتوبر. بعد عملية 7 أكتوبر سواء كانت بعلم الإيرانيين أو بغير علمهم اللي خاضتها حركة حماس اللي هي جزء طويل من محور ما يسمى بالمقاومة، كان التصريح الأول اللي خرج فيه وزير الخارجية الإيراني بعد عدة أيام إنه طالما لم تمثل مصالح الإيرانية فنحن لن نتدخل في هذه المعركة وسنحرص على أن لا يتم توسيع رقعة الحرب، بمعنى إنه إيران غير مستعدة لأن تخوض انتحار لأجلك. استمرت وتوالت الأحداث إلى حين قصف السفارة الإسرائيلية وإلى حين اغتيال إسماعيل هانية. ما قبل عملية الاغتيال حدثت مسألة الطائرات المسيرة اللي أنا بعتقد بشكل أو بآخر إنه عملية الرد بالمسيرات بتشبه تماما ما حدث حينما تم مقتل قاسم سليماني. حينما تم قتل قاسم سليماني قامت إيران بالرد من خلال ضرب إحدى القواعد العسكرية في العراق. بيكشف فيما بعد من خلال دونالد ترامب انه الامريكان فعليا كانوا على علم بموعد الضربة وتوقيتها ومكانها وفعاليتها بالدرجة الاولى. هل هذا بيعني انه المسيرات الضربة تاعت المسيرات هي عبارة عن مسرحية؟ مش بالضرورة، هي عبارة عن عملية مرتبطة بحفظ ماء الوجه. وهل الضربة الاخيرة اللي كانت بالصواريخ نفس الامر؟ انا شخصيا بعتقد انه لا. اللي بدي يفهم الضربة الاخيرة لايران اللي نفذتها باتجاه الاحتلال الاسرائيلي بيحتاج انه يعود للخلف قليلا لعدة ايام، تحديدا في اواخر سبتمبر. اواخر سبتمبر خرج بنيامين نتنياهو للامم المتحدة لسبب رئيسي وأساسي. السبب الرئيسي والأساسي أنه يحصل على شرعية في عملية اجتياح لبنان. تفاجأ بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة بأنه هناك تحالف عربي دولي يتشكل من أجل الحصول على الدولة الفلسطينية بقيادة المملكة العربية السعودية. هذا الأمر بالنسبة لنتنياهو يشكل عقبة أو يشكل تعطيل للحلم اللي بيناضل لأجله من أجل تعطيل إقامة الدولة الفلسطينية. اتخذ بنيامين نتنياهو قراره بتوسعة الحرب، وكان القرار الأول بالنسبة له اغتيال حسن نصر الله. والملفت في هذا الأمر هو الاسم اللي أطلق في عملية اغتيال حسن نصر الله، الترتيب الجديد. معنى الترتيب الجديد وهذا الاسم اللي تم إطلاقه لا يوحي بعملية عسكرية، بل يوحي بعملية سياسية من الدرجة الأولى إلها علاقة بإعادة ترتيب المنطقة وفق أهواء ووفق ما يريده بنيامين نتنياهو. هنا إيران أدركت تماما أنه عملية المواجهة ما بينها وما بين الإسرائيليين قادمة لا محالة. وهذا بالمناسبة فكرة تأجيل الرد حكى فيها الرئيس الإيراني في واشنطن لما تحدث وقال أنه إحنا أجلنا عملية الرد بناء على وعودات من الأمريكان بإيقاف الحرب. وطبعا هذه الإرادة تتعارض تماما مع إرادة بنيامين نتنياهو اللي اتخذ قراره بتوسيع هاي الحرب. هنا إحنا اليوم بنحكي عن عملية صدام حقيقية ما بين الإيرانيين وما بين الإسرائيليين، لكن هل عملية الصدام هذه مرتبطة بشكل أو بآخر فينا كفلسطينيين؟ مرتبطة بمصالح الشعب الفلسطيني، مرتبطة بمصالح الشعب اللبناني، مرتبطة فعليا بإزالة إسرائيل كونها قوة استعمارية أو قوة احتلال؟ بالطبع سير الأحداث على مدار العقود السابقة بيثبت أنه هذا الأمر غير صحيح. فبالتالي حتى القاعدة اللي بيحاول يروجها البعض على أنه عدوي هو صديقي لا ينطبق بالمطلق على الحالة الإيرانية الإسرائيلية، لأنه إحنا لما بنتحدث عن إسرائيل اللي قتلت الفلسطيني والسوري واللبناني بنتحدث كمان عن إيران اللي قتلت الفلسطيني والسوري واللبناني والعراقي واليمني واللي امتدت ميليشياتها في عملية القتل في كل مكان في الوطن العربي. فهي معركة ليس لنا ناقة فيها ولا جمل. الأساس والثابت بالنسبة لنا كفلسطينيين البحث التام عن كيفية إيقاف الإبادة وإيقاف الحرب والعمل الدؤوب للوصول للدولة الفلسطينية اللي بالتأكيد مش رح تأتي من خلال مشروع استعماري آخر بتقوده إيران في المنطقة.